عشان يكون طبعا معانا تفاصيل اكتر عن المباراه، التشكيل، الاصابات، يمكن كل الامور الخاصه طبعا بالمباراه اليوم، وهو جيم 2 طبعا ما بين النادي الاهلي والمصريه للاتصالات. هيكون معانا دلوقتي من ارض الملعب وتحديدا يعني من صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا الزملاء الاعزاء محمد توفيق وروزان نصر. طبعا هيكون معانا دلوقتي يعني مجمل التفاصيل اكيد عن المباراه اليوم. اتفضل يا محمد. طبعا برحب بيكم في استوديو الابطال. مساء الخير يا مريم، تحياتي ليكي، برحب بيكي في كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبالطبع برحب بالزميله العزيزه روزان نصر، كل متابعينا، وسهره رمضانيه مجددا وجوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه الاهلي والمصريه للاتصالات. زي ما قلتي جيم 2 او المباراه الثانيه في سلسله بيست اوف 5 من المرحله، يعني زي ما بنقول خروج المغلوب او البلاي اوف دور الثمانيه، الاهلي والمصريه للاتصالات. بالطبع زي ما قلت في مقدمتك، النادي الاهلي كان في المركز الثاني فقابل مصريه للاتصالات صاحب المركز السابع. باذن الله ربنا يوفقنا ونكسب هذه المباراه، يتبقى مباراه واحده من المباراتين المقبلتين على ارض المصريه للاتصالات في المركز الاولمبي بالمعادي. ان شاء الله نكون موفقين في مباراه النهارده وفي المباراه الثالثه، ما نحتاجش لاخر مباراتين، وان شاء الله يكتب لنا الصعود للدور الثاني لمقابله احد الفرقين سواء الزمالك او طلائع الجيش. عايز اقول لك ان الفريقين بالفعل نزلوا ليه الارضيه الصاله بيكونوا عمليات الاحماء، اجواء اكثر من رائعه، اجواء وديه جدا ما بين فريق النادي الاهلي والمصريه للاتصالات، يعني اجواء كلها اكثر من رائعه. ان شاء الله تكلل النهارده بالفوز في المباراه الثانيه، ويبقى نتيجه النادي الاهلي مباراتين مقابل لا شيء، وان شاء الله في المباراه المقبله كمان نفوز ونحصل باذن الله على العلامه الكامله ونصعد مباشره للدور قبل النهائي. روزان، يمكن مباراه الامس ما كانتش مذاعه، المباراه الاولى كانت هنا برده على صاله الامير عبد الله الفيصل، يعني كلمينا عنها بقى بالتفصيل اكتر، نحط المشاهدين معانا في الرؤية. في البدايه برحب بيك زميلي محمد توفيق، بتشاركني طبعا التغطيه النهارده، برحب بيك يا مريم يعني، وبرحب بضيوفك الكرام نجوم طبعا الاستوديو التحليلي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي في كل مكان. يعني خليني طبعا اقول انه النهارده احنا متواجدين في النادي الاهلي فرع الجزيره لنقل طبعا المواجهه الثانيه لنادي الاهلي امام المصريه للاتصالات في دور الثمانيه، بعد طبعا اكتساح، يعني خلينا نقول اكتساح نادي الاهلي يعني للمصريه للاتصالات بالامس بنتيجه 106-62، وده طبعا يعني مع غياب اكيد المحترف مايكل تومسون، وده اكيد بيخلينا نقول دايما انه النادي الاهلي بمن حضر، واكيد يعني النادي الاهلي لا يتوقف على لاعب يعني بعينه، ولكن دايما هو متالق بكل اللاعبين. يعني خلينا كمان اقول ان مباراه الامس كانت متميزه جدا وقويه جدا، وشهدت الحقيقه اكثر من تالق لاعب جوه المباراه، منهم عمرو زهران، احمد اسماعيل، عمر طارق، وسيف سمير. وخليني كمان اقول ان كان في يعني احتلال كبير من قبل النادي الاهلي على المستوى الدفاعي والهجومي. خلينا كمان يعني نعرف المشاهدين يا توفيق انه النادي الاهلي كده متفوق بنتيجه 1-0 على المصريه للاتصالات ضمن طبعا سلسله من 5 مباريات، وبيحتاج كل فريق فيها طبعا يعني الفوز في 3 مواجهات لضمان طبعا تاهله للنصف النهائي والفوز على الزمالك او طلائع الجيش. بالطبع روزان، يمكن الفرق الكبير في النتيجه يا مريم خلى الجهاز الفني بقياده طبعا مستر اوجست بوش امبارح يمكن دفع بعدد كبير جدا من اللاعبين، سواء اللي ما بيشاركوش بصفه مستمره او كمان اللاعبين صغار السن، يمكن شهد تالق عدد كبير جدا منهم طبعا على راسهم يعني حاتم، وكمان يعني مؤمن طارق خيري كان اداء اكثر من رائع، وكانوا من محرزين اللقاءات امبارح. كمان يمكن في لقطه مميزه جدا كانت قبل المباراه النهارده، يمكن مستر اوجست بوش كان موجود في النادي بدري جدا يا مريم، فراح واتفرج على تدريبات فرق الناشئين سواء تحت 16 سنه او 14 سنه، ده يدل على تكامل منظومه النادي الاهلي، وان شاء الله يكون بيبني اجيال ثانيه لقدام تكون للنادي الاهلي وكمان للمنتخبات الوطنيه المختلفه. خلينا قبل ما اختم يا مريم طبعا احييكي واهنيكي على وجودك النهارده في الاستوديو، كلنا فخورين بيكي، كلنا داعمين ليكي، بنتمنى لك التوفيق، يمكن كمان فريق العمل كله هنا في الخارج في الصاله بيتمنى لك كل التوفيق، وكلهم ان شاء الله داعمين ليكي، وباذن الله النهارده تكوني متالقه عادتك جدا وتكوني خير خلف الخير سلف، وان شاء الله تكوني موجوده معانا في قدم المواعيد باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه. الكلمه ليكي يا مريم، اتفضلي. بشكرك طبعا يا توفيق، بشكر زملائي الاعزاء طبعا محمد توفيق وروزان نصر من مقر النادي الاهلي بالجزيره وتحديدا من صاله الامير عبد الله الفيصل، بشكرك جدا طبعا على كلامك يا محمد، بشكر كل زملائي الاعزاء في الخارج. الحقيقه ان هم قوام رئيسي واساسي طبعا في اي منظومه او في اي يعني تغطيه بتكون موجوده على شاشه قناه النادي الاهلي. وخليني يمكن عايز اعلق على تفصيله بسيطه يمكن قالها طبعا اكيد زميلي العزيز محمد توفيق على فكره وجود مستر اوجستي بوش طبعا
طبعا متابعه الناشئين يمكن تحت 20 سنه تحت 17 سنه. الحقيقه ان احنا كنا بنتكلم مرارا وتكرارا خلال الفتره الماضيه على اعتماد مصر جوز سيبوش يمكن على اكثر من 40% على الناشئين في الفريق، طبعا موجودين وبيكونوا بيأدوا اداء عالي جدا وكبير جدا. وزي طبعا يعني ما روزان قالت، الاهلي دايما بمن حضر، لان احنا اكيد ما قلناش فكره عدم وجود محترف في صفوف الفريق زي ما احنا شفنا امبارح. يمكن المباراه خلصت 44 بوينت، ومش عشان امام المصريه للاتصالات، ولكن يعني النادي الاهلي امام اي فريق كبير بيؤدي بنفس الاداء، وده اللي احنا شفناه خلال الفترات الماضيه.